السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. اهلا بكم مرة تانية بعد ما شرحنا الدرس التاني في الوحدة التالتة في كتاب المعاصر وكمان حلينا التدريبات عليه. تعالوا بقى نشوف حل التدريبات اللي على الدرس التاني في كتاب بيت باي بيت. اللي مش متابعنا طبعا احنا بنشرح الدرس الاول في المعاصر وبعد كده بنحل تمارينه وبعد كده بنحل تمارين بيت باي بيت والباهر وكمان ستيب اهيد. قبل ما نبتدي لو ما اشتركتش في القناه يلا اشترك بسرعه، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جايه ان شاء الله. طبعا المفروض ان احنا بنقرا المعلومات الجغرافيه اللي هو اديها لي عن مصر وكمان عن وادي النيل وكمان عن منخفض الفيوم والدلتا، وبعد ما نقراها المفروض ان هو في صفحه 123 مديني ثلاث صور والمفروض ان انا هكتب تحتهم الاسامي بتاعتهم. طبعا اول حاجه مديها لي طبعا شكل ما شفنا حبايبي ده منخفض الفيوم، يعني ده فيوم ديبريشن، هنا ديبريشن حبايبي بمعنى منخفض، تاني ديبريشن معنى منخفض. طيب التاني ده طبعا التانية دي هي دلتا النيل، فطبعا هكتب تحتها نايل دلتا، تاني هكتب تحتها نايل دلتا، تاني نايل دلتا. اما الاخيرة طبعا فهي صورة لوادي النيل، وادي النيل حبايبي اسمه نايل فالي، تاني نايل فالي اللي هو وادي النيل، تاني نايل فالي اللي هو وادي النيل. تعال نشوف السؤال التاني وده عبارة عن توصيل. بيقول لي flow، هو مديني اول واحدة flow معناها يتدفق ودي معناها the way water moves، ودي الطريقة اللي بيتحرك بيها الماء. طيب عندنا كلمة fertile، fertile حبايبي يعني خصب، ولان fertile دي معناها good land to grow plants and crops، يعني ارض جيدة لزراعة المحاصيل والنباتات، فبالتالي حوصل نمبر 2 بسي. طب نمبر 3 بيقول لي ريفر بانك، كلمه ريفر بانك حبايبي معناها ضفه النهر، وضفه النهر قلنا يعني الارض اللي بجوار نهر النيل وعلى امتداده، فدي هتبقى the land along the side of the river، the land along the side of the river. حوصل 3 بدي. نمبر 4 بيقول لي wind erosion، wind erosion يعني تعريه الرياح او التعريه اللي بتنتج عن طريق الرياح، وانا دي حبيبي when the wind changes or destroys something، لما الرياح بتدمر او بتغير شيء. فحوصل 4 بإي. نمبر 5 بولي كانال، كانال حبيبي قلنا ده ممر مائي بس مصنوع بواسطة الانسان، يعني مش طبيعي، فبالتالي هقول a waterway made by humans، تاني a waterway made by humans. تعالوا يلا حبايبي نشوف الاكتيفيتيز اللي هو مديها لي في صفحة 125. شكل ما قلنا كلمة glacier، glacier وقلنا ده النهر الجليدي، وقلنا لي نوت امريكان glacier، glacier طبعا فين النهر الجليدي ده؟ هتقول لي ايوه مستر رقم ايه؟ يبقى هكتب عليها ايه؟ بعدها waterfall، waterfall وانا waterfall حبايبي بمعنى شلال، الشلال ده في دي. sand dunes، sand dunes قلنا sand dunes يعني كثبان رملية. A sculptures، sculptures قلنا منحوتات أو تماثيل منحوتة، دي طبعا C. rainforest، rainforest قلنا rainforest يعني غابة مطيرة، فين هي؟ B. تعالوا يلا حبايبي نشوف سؤال التوصيل بتاعي. بيقولي the Aswan high dam was، بيقولي إن السد العالي في أسوان ماله؟ هقول ان السد العالي في اسوان was built to control the Nile flooding، احنا قلنا هو تم بناؤه عشان يتحكم في فيضان النيل، فهكتب عليها ايه؟ اوصلها بايه. نمبر 2 بيقول لي ذا فيوم ديبريشن از، قلنا منخفض الفيوم ده ماله حبايبي؟ قلنا ان هو في الصحراء الغربيه في مصر، فبالتالي هقول ذا فيوم ديبريشن از in the western desert of Egypt، يعني في الصحراء الغربية لمصر، يبقى رقم 2 هوصلها ب A هكتب عليها A. نمبر 3 بيقول لي a canal is، قلنا القناة دي يا حبيبي قلنا مجرى مائي بس مصنوع بواسطة الإنسان، فهقول a waterway made by humans، يبقى هوصلها ب B وأكتب عليها B. نمبر 4 بيقول لي the Nile delta is in، قلنا يا حبيبي ان دلتا النيل دي في الوجه البحري، فبالتالي هقول in lower Egypt يعني في الوجه البحري واكتب عليها C. نمبر 5 بيقول there weren't any، يعني ما كانش فيه اي ايه؟ ما كانش فيه اي منحوتات من ملايين السنين في الصحراء البيضاء، فاذا هقول there weren't any sculptures
millions of years ago، من ملايين السنين. تعال نشوف يلا سؤال اكمل الفراغات. السؤال الثالث عندنا نايل حبايبي اللي هو النيل، عندنا كابيتال يعني عاصمة، وعندنا مودرن يعني عصري او حديث، واللي we live in Cairo يعني احنا نحن نعيش في القاهرة. It's the north of Egypt، يبقى طبعا هي عاصمة مصر، يبقى it's the capital of Egypt. It's a city، وان هي مدينة حديثة، in lower Egypt يعني في الوجه البحري، يبقى اذا هقول مودرن. مودرن حبايبي بمعنى حديث. There is the A. It runs through the country until it reaches the Mediterranean Sea in north. طبعا ايه اللي بيجري في خلال البلد دي وبيوصل لغاية البحر المتوسط؟ طبعا the Nile. Nile حبايبي اللي هو نهر النيل. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الباراجراف واللي بيقول لي اتكلم فيه عن بلدك مصر. طبعا هنا لازم اول حاجة اكتب ان مصر دي بلد جميلة، يبقى اذا هقول Egypt مصر يعني is a beautiful country. حبايبي خلي بالكم ان مصر دي دولة. طبعا هقول ان هي بتقع في شمال افريقيا، يبقى اذا هقول it is in the north of Africa يعني هي في شمال افريقيا. طب وكمان هقول ان القاهرة عاصمتها، يعني هقول كايرو القاهرة is the capital of Egypt يعني القاهرة هي عاصمة مصر. طب قلنا مين اللي بيجري حبايبي، مين اللي بيجري من خلالها؟ طبعا نهر النيل، يبقى اذا هقول the Nile يعني نهر النيل runs through Egypt يعني بيجري خلالها. طبعا وهقول جملة سهلة خالص، هقول I love Egypt very much يعني انا بحب مصر جدا. طبعا جمل بسيطة وسهلة حبايبي اقدر اكتبها. تعال حبايبي يلا نشوف اخر سؤال معنا، هو سؤال الترقيم. بيقولي punctuate the following. تعال الرقم التاني. Is Egypt a very beautiful country؟ يعني بيقولي هل مصر دي بلد جميلة؟ طبعا الاي بتاعت is Egypt اكيد الاي كابيتال عشان اسم بلد، وبعدين a very beautiful country في الاخر question mark حبيبي عشان ده سؤال. طب تعال نشوف السؤال اللي بعده. بقول لي you can see sculptures in Egypt's white desert. طبعا انت ممكن تشوف منحوتات في صحراء مصر البيضاء. اذا you الواي كابيتال، هنا الواي كابيتال شكل حبيبي 7 وحط تحتها واحد كده، يبقى دي واي كابيتال. يبقى you can see sculptures in Egypt's هتقولي Egypt مصر فيها بصر في اس وبعدين white كده كده الدبليو معمولة capital وديزرت الدي معمولة capital، يبقى في الاخر فلسطوب عادي جدا. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو عجبتك الحلقة شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، وفعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. استنونا مع حل تمرينات الدرس الثالث بس بعد ما نشرحه في كتاب المعاصر وكمان حل تمرينه. Goodbye. السلام عليكم.